قال الاخ الشريف بان مهم الانسان اللي كيعمل الاخراج اللي كيبحث على راسه باغي يدير الاخراج خصو ضروري يعمل تكوينات بحال ديالنا دابا حاليا كاين لاباط اللي كاين بزاف حاجات قبل ما كانش هذا الشيء الوقت اللي كنا حنايا كان ما عندنا والو كان يعني كتبه وكان لدي السينما فيه وهو اللي حاولنا اننا نتعلموا فيه السينما ونقراو فيه ونمشيو شويه على دابا حاليا يعني بالنسبه للاخوان يعني حتى بالنسبه اللي شفتو دابا على مستوى الكليب على مستوى القنوات عالميه كتفتح اي قناه تشوف فيها مجموعه ديال الاغاني المصوره يعني تقدر تستافد على مستوى الصوره ولكن التكوين ضروري يعني التكوين ضروري ومن هنا كنطلب السي الشريف طريبه انه يعمل الاخوان اللي قال اللي عمل المحاوله الاخراجيه يعمل لكم شي فورماسيون وشكرا للسي